بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بدانا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي بدراسه كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للامام العالم المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وذكرنا أمور، من يذكرها لي قبل الدراسة؟ نعم، لماذا ندرس الفقه؟ في القديم أخذنا لماذا ندرس التوحيد. ندرس الفقه لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص، ولهذا ندرس التوحيد، ومتابعة، لهذا ندرس الفقه. وذكرنا تعريف الفقه لغة: الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. هذا في اللغة. في الاصطلاح، ما معنى الاصطلاح؟ قلنا يجتمع علماء الفن ويجعل كلمة لها معنى عندهم، فأحيانا يكون لكلمة واحدة معنى عند علماء اللغة، ومعنى عند الفقهاء، ومعنى عند العام. وأحيانا تجتمع الحقيقة اللغوية والعرفية والوضعية، مثل أرض والسماء مثلا، وأحيانا تختلف مثل الفقه هنا. فالفقه في الاصطلاح معرفة، والمعرفة تكون إما باليقين 100% أو بالقول الراجح وهو الظن. أما الشك والوهم قول المرجوح، والجهل البسيط والجهل المركب، هذا ليس بعلم ولا معرفة. صحيح، معرفة الأحكام الشرعية، أي الأحكام التي جاءتنا من الشريعة، خرج بهذا الأحكام العادية والأحكام الوضعية. العملية خرج بهذا الاعتقاد، مع أن الاعتقاد فقه أكبر، لكن فقه أكبر عند علماء العقيدة وليس بفقه هنا، وهنا الفقه العملي بأدلة التفصيلية. من يبحث في الأدلة التفصيلية؟ الفقهاء. ومن يبحث في الأدلة الإجمالية؟ علماء الأصول. ولذلك في تعريف علم أصول الفقه تقول: هو علم يبحث عن أدلة الفقه إجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. هذا في أصول الفقه، لا علاقة لنا به هنا. نعم، فتح الله عليك. الفقه قلنا إذا أردنا أن نقسم الفقه، سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب، نقسم الفقه إلى كم قسم؟ إلى قسمين: عبادات ومعاملات. وقلنا يلحق بالمعاملات شيء سيأتينا إن شاء الله تعالى. العبادات أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله تدخل في الطهارة، نعم، والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، ثم تنتقل إلى معاملات وما يلحق بها من بيع وإجارة ورهن ومعاملات ونكاح وطلاق وحدود وجنايات وقضاء وشهادات. طيب، هذا الفقه والحمد لله. بماذا يبدأ العلماء، علماء الفقه؟ بأي كتاب؟ نعم، بكتاب الطهارة. لماذا يبدأ العلماء بكتاب الطهارة؟ أو ما هي الطريقة في ترتيب الكتب؟ هل يرتب
ترتيب عشوائي هكذا؟ لا، قلنا يرتب بحسب حاجة الطالب والقارئ، عبادات ثم تبيع تشتري، جاء المال، نكاح، صداق، طلاق، حدود، جاء المال، تزوج وطلق، الآن بدأت المشاكل، فأنت كن أحسن الآن، مرتاح، اطلب العلم وادع الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الفتن، ما ظهر منه وما بطن. نعم. ثم بعد هذا حدود وقضاء، وبعد هذا تتوب. نعم. ولذلك يختم الفقهاء بماذا؟ إما بالإقرار كما ختم المؤلف رحمه الله تعالى تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد. إذن علماء العقيدة وعلماء الفقه وعلماء الحديث، ذكرنا البخاري رحمه الله بدأ بماذا؟ بدأ الوحي، كتاب الإيمان، بدأ بالتوحيد وختم بكتاب التوحيد، كلمتان خفيفتان على اللسان. صحيح، كل علماء، ما أحد يترك التوحيد يا رجل، لا الفقهاء ولا الأصوليين ولا غيرهم. أي نعم. يختم بالإقرار تفاؤلا أن الله يختم له بلا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، أو يختم الفقهاء بالعتق، وقلنا الختم بالإقرار أولى، لأن العتق عتق يكون يوم القيامة، والإقرار يكون ما إليه القبر ثم البعث ثم كذا. نعم، فتح الله عليك. من يلخص لي كتاب الطهارة؟ سبحان الله إخواننا، كتاب الطهارة، بسم الله. أولا، الطهارة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين إخواننا، اسأل من شئت. هذا العلم، فقهاء علماء رحمهم الله يقولوا العلم جمع وتفريق سبر وتقسيم. هذا العلم. أي نعم. سبر تستقر النصوص، قرأنا في نصوص الكتاب والسنة، هذا السبر، جمعنا ثم قسمنا. الطهارة تنقسم إلى قسمين، هذا العلم جمع وتفريق، يجتمع الشرط مع الركن في كذا، يجتمع الواجب مع المستحب في كذا، ويفترق كذا مع كذا. هذا هو العلم الذي لا يفرق بين الكوع والبوع، هذا ما يعرف، يعرف شيء. صح. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره كرسوع، والرزق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ واحذر من الغلط. ما ترك العلماء لك شيء، كل شيء قربوا لك، بقي فقط تسير تلعب تترك العلم وكذا. لا، فالطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة معنوية، أي الطهارة من الشرك والمعاصي والبدع، وهذه أهم ما يكون في الطهارة، لأننا الآن عندنا إنسان مسجون مقيد بالسلاسل، تطهر من النجاسة قال ما استطيع، توضأ قال ما استطيع، استقبل القبلة ما استطيع، تطهر من الشرك، ها إذا ما يمكن، يسقط عنه استقبال القبلة وإزالة النجاسة، نعم، وستر العورة، لكن ما يمكن يسقط عنه الإسلام. صحيح. نعم، طهارة معنوية، الطهارة المعنوية أي يتطهر من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي والبدع، كما تقدم معنا في تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك أكبر أصغر والبدع والمعاصي. والطهارة حسية محسوسة، اسمع، إذا قال لك طهارة حسية أو المحسوس، المحسوس هو
ما يدرك بالحواس، ما يدرك بالحواس الخمس. نعم، الحسية قلنا إما طهارة حدث، أي حدث أكبر وحدث أصغر. حدث أكبر اغتسال، حدث أصغر وضوء، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى موجبات الغسل وموجبات الوضوء. هذا طهارة حدث أكبر وأصغر، وطهارة خبث، ويأتينا الأشياء النجسة والنجاسات. طهارة الخبث تكون من تطهر ماذا؟ البدن والبقع المكان والثوب. نعم، على ما سيأتي معنا أنه لابد أن يتطهر إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: بدن وبقع وثوب. وإزالة النجاسة هنا إزالة النجاسة تكون إزالة النجاسة سواء في الحدث الأكبر والأصغر أو إزالة النجاسة هنا تكون بماذا؟ بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع. بالماء وهو الأصل اغتسال أو وضوء، بالتراب وهو الفرع تيمم. يقوم مقام الاغتسال ومقام الوضوء. والماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، ولا يوجد قسم ثالث. هذا عند المؤلف رحمه الله تعالى، عند الشيخ الإسلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع. وقلنا نسير على قول واحد، مثل ما قلنا في استقبال القبلة، فالبنيان في غير البنيان استقبال واستدبار يحرم، وانتهى الأمر وارتاح. تسير الآن على قول واحد، وبعد هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم. مفهوم؟ طيب، طهور ونجس. وإزالة النجاسة تقدم معنا في الدروس المهمة أن إزالة النجاسة على ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة. النجاسة المغلظة تزال هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. نجاسة الكلب إذا ولغ، يعني أراد الشرب من الإناء، وفي الغالب الكلب لا يشرب حتى يدخل لسانه في الماء، يغسل. طبعا الماء هذا نجس، لاقى النجاسة الآن، تزيل الماء من الإناء وتغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. هل يصلح أن يضع بدل التراب صابون أو أشياء يعني ديتول؟ عندكم ديتول؟ المهم كذا، هل يصح أن يستعمل غير التراب في إزالة نجاسة الكلب؟ لا، لأنه منصوص عليه تراب. بعد هذا هو يحب أن يضع شيء، ما عندنا إشكال، لكن لابد من التراب، ثم يتبع التراب الماء سبع مرات ولهن بالتراب. هذه في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. الثاني، هذه نجاسة مغلظة. المخففة يجزئ فيها النضح، وهو رش الماء فقط بلا عصر، يرش الماء فقط، أو يأخذ مثلا طرف ويضعه في الماء، طرف الثوب، هذا يسمى نضح، رش فقط. في ماذا؟ في المذي، وهو سائل ليس له لون، مثل الماء، لزج يخرج عند التفكير أو كذا،
نجس نجس، ناقض الوضوء ناقض الوضوء، خارج من السبيلين. ماذا يصنع؟ يغسل الذكر والخصيتين حتى ينقطع هذا الخارج. إذا وقع على الثوب كيف يزال؟ بالرش فقط. الثاني بول الصبي، بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب قوت هذا الصغير حليب الأم، ذكر دون الفطام قبل سنتين، وغالب طعام هذا حليب الأم. فإذا بال على ثوبك ماذا تصنع؟ تنضح، ترش الماء فقط. المذي طاهر، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع على ثوب مني وكان رطب نضحه بالماء رش فقط، وإذا كان جاف يحته ويزيله. مفهوم؟ طيب، غير المغلظة والمخففة نجاسة متوسطة، كل شيء كل شيء غير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء والمذي والمني وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الجارية متوسطة، رش وعصر. نعم، بول الآدمي متوسط. طيب، هذا باختصار أمور عن الطهارة. عندنا حدث أكبر، حدث أصغر. حدث أكبر يكون بالاغتسال، وذكرنا أن الاغتسال عندنا اغتسال مستحب كامل واغتسال مجزئ. نعم، الاغتسال المجزئ أن ينوي، يسمي، يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، مجزئ. اغتسال كامل مستحب، يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين، يسمي، يتوضأ وضوء الصلاة حتى يصل إلى رأسه، يرويه بالماء ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يغسل رجليه. هذا اغتسال مستحب أو كامل، هذا أنواع الاغتسال. الوضوء تقدم معنا، ينوي، يسمي، يغسل الكفين استحبابا وفي نوم الليل وجوبا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يغسل الوجه مع تخليل اللحية وجوبا إذا كانت خفيفة، وإذا كانت كثيفة استحبابا تخليل، ثم اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين، اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما دون أن يأخذ ماء جديد للأذنين، ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ويخلل أصابع الرجلين بخنصره استحبابا، اليمنى ثم اليسرى. يتوضأ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات، ومسح الرأس ليس فيه إلا مرة واحدة. هذا ما يتعلق بكتاب الطهارة. ماذا؟ إجمالا يبقى معنا الماء. الماء طهور ونجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، مياه الأمطار والبحار والعيون والآبار وغير هذا، الماء الباقي على خلقته. فإن تغير الماء، إن تغير، يعني إذن العبرة بالتغير. إذا تغير الماء بنجاسة ينتقل من أنه ماء طهور إلى ماء نجس. التغير كيف يعرف؟ باللون أو بالريح أو بالطعم.
ذوق، تذوقوا، مفهوم؟ طيب، ماء البحار الآن تغير الطعم لكن لم يتغير بنجاسة. ماء مثلا عندنا بحيرة فيها أشجار تغيرت لكن لم تتغير، فهو ماء، لكن العصير هل يصح أن يتوضأ بالعصير؟ هذا خرج، ما تقول ماء الآن، تقول ماذا؟ عصير برتقال، أي صحيح. لكن عندنا يقال ماء البحر، ماء العيون، ماء الآبار مثلا، فهذا ماء لم يخرج عن كونه ماء. فإذا تغير بنجاسة تغير، فالعبرة ما العبرة؟ التغير. هل هناك حد للماء؟ قلتين وكذا؟ ترتاح من هذه المسائل. الماء القليل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تتحرى فيه ما لا تتحرى في الماء الكثير وارتاح، لأن حديث القلتين يقول لم يصح. فماذا تصنع؟ تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير، لأن الماء الكثير لو سقطت فيه نقطة من البول تؤثر فيه، ما نقاط ما تؤثر فيه، نعم. لكن الماء القليل هو في الغالب يتغير نجاسة، تغير الماء القليل، فأنت تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير. الأصل في الماء الآن، هذا الماء عندي الآن، هذا الأخ يقول هذا الماء طهور، وهذا الأخ يقول لا نجس، الأصل مع من؟ احنا نريد ضوابط الآن، الأصل مع هذا، لأن هذا الأصل في الماء، هذا يدعي النجاسة، نقول تعال لابد أن تقيم حجة على هذا أنه نجس. قال نعم، تغير اللون، لكن تغير بماذا؟ بنجاسة، أو تغير الطعم بنجاسة، أو تغير الريح بنجاسة، مفهوم؟ طيب نعم، نمر على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ذكرنا أن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة الحسية تكون بالماء وهو الأصل، والماء ينقسم إلى طهور ونجس. طيب الأصل يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أصول، هذا الأصل تتمسك به دائم. الأصل في المياه طهارة، الأصل في الآنية أخذنا الطهارة والحل إباحة، أنها مباحة الاستعمال إلا ما استثنى الشرع، آنية الذهب والفضة. ذكرنا آنية الكفار ثلاث أقسام، نعلم طهارتها طاهرة، نعلم نجاستها نجسة لابد أن تغسل، نشك ماذا نصنع؟ نتمسك بالأصل وهو الطهارة. الملابس، الحجارة، حجر مثل ما أخذنا في آداب الاستنجاء، هذا وجد حجر في الطريق قال هذا نجس، نقول لا، الأصل في المياه والثياب والحجارة الطهارة، أنت على خلاف الأصل لابد أن تأتي بدليل على هذا. نعم. طيب شك المسلم يقول الآن لابد أن تعرف أن الشريعة جاءت لقطع الشكوك، شك المسلم في نجاسة ماء، ماذا يصنع؟ يبني على ماذا؟ على الأصل، ما الأصل؟ طهارة. الآن أنت شككت في هذا المكان أنه نجس، ماذا تصنع؟ تبني على الأصل طهارة. هذا قال لك هذا الثوب اللي تلبس نجس، لعله من حيوان نجس، ايش تقول؟ الأصل طهارة، وأنت مخالف الأصل، أنت اللي تأتي بالدليل، ذهبت إلى البحر وأخرجت
شيء من البحر قال لك حرام، ايش تقول؟ الأصل. طيب أخرجته وهو ميت، ماذا تصنع من البحر؟ تأكله؟ إيه نعم نعم. الله يفتح عليك، توضأت بماء البحر وهذا قال لا، ماء البحر نجس لأنه تغير طعمه، والطهر ماءه وتغير ليس بنجاسة. نريد التغير يكون بماذا؟ بنجاسة. اجلس فتح الله عليك. طيب، تيقن الطهارة وشك في الحدث. الله أكبر، كبر. ثم جاء إلى الشيطان قال متوضئ؟ قال تعال نراجع ماذا صنعنا. قال والله صلينا الفجر. وبعدين هو عندما كبر الآن كبر على ماذا؟ على يقين، كان متيقن الطهارة. إذا ماذا صنع الآن؟ شك في ماذا؟ في الحدث. هو تيقن الطهارة الآن وشك في ماذا؟ شك في الحدث. ماذا يصنع؟ أوقف. لا يلتفت للشك، لو خرج من الصلاة فهو آثم. مفهوم؟ أي نعم. الآن في دورة المياه غسل الذكر، ثم شك في نزول شيء بعد أن استنجى واستجمر، ماذا يصنع؟ لا يلتفت، ولا يلتفت للشك أبدا. هذا مع أنه بعض الناس يقول والله ينزل شيء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هذا أثر الاستنجاء بالماء، نقطة تخرج. بعض الناس يقول تخرج نقطة، قال شيخ الإسلام قال أثر الاستنجاء بالماء. بعضهم قال لا، أنا تحريت وضعت كذا من المواد بلاستيكية وكذا وتحللت هذه النقطة بول. ما تقول؟ تقول ما قال شيخ الإسلام، يعفى عن يسير النجاسات والحمد لله. والثاني قال أنا تنزل مني هذه النقطة بعد ربع ساعة من خروج من الحمام، لابد أن ألف أدور أو أطوف حول هذا المسجد مرة أو مرتين مدة ربع ساعة، ثم أرجع لدورة المياه وانتظر قليل تنزل النقطة. هذا موسوس ولا يضر، هذه النقطة ما تضر. مفهوم؟ لأنه بعض الناس يظن أنه به سلس بول وليس به إلا العافية الحمد لله. نعم اجلس. طيب الآن ذكرناها، ذكرنا أيضا آداب قضاء الحاجة. من يذكرها لي؟ آداب قضاء الحاجة أخواننا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي يوقف. أي نعم بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل الحمام، وإذا خرج قال غفرانك، وإذا كان في الفضاء في الخلاء متى يقول الدعاء؟ قبل أن ينزع الثياب، وبعد أن يلبس الثياب يقول غفرانك. تمام، يقدم الرجل دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد والمنزل. وإذا كان في الصحراء في الفضاء ما يقدم ما يؤخر ولا يضع خط. طيب، يستتر وجوبا. نعم، هل يبول قائما؟ بشرطين، اختل شرط أصبح البول قائما حر منهي عنه، أن يأمن من الرشاش ويأمن من انكشاف العورة. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في بنيان وفي غير بنيان وانتهى الأمر. ولا يبول في مكان اجتماع الناس، في الماء الراكد، أي نعم، في الظل تحت الأشجار المثمرة لأن الثمرة تنزل
وتترك، وهذا يعني إشكال حتى في أماكن هذا الأخ هذا. انتبه، قال أنا أريد أن أبول في هذا المكان لأنه يجتمع أو أضع شيء من الغائط في مكان احتفال هؤلاء بعيد رأس السنة، يصح؟ لا ما يصح. وهذا قال عندنا أهل بدع، نعم، وأنا اجتمع في هذا المكان، لا ما يصح. طيب أيضا تحت الأشجار مثمرة، أماكن اجتماع الناس، أنت تعرف عندنا يعني محطة قطار، محطة الوقوف انتظار، أحيانا حتى لا يكون فيها مظلة، فهذا يحرم لأنه في إذاء. نعم، وقلنا يتحرى مكان رخو لبوله حتى يقطع الوسواس وحتى لا يرتد عليه الرشاش. إن لم يجد مكان رخو، وجد الأماكن كلها صلبة، اسفلت مثلا يدنو من الأرض وغيره، يستتر وجوبا في الحمامات لا إشكال، أما إذا كان في الفضاء يستتر بشيء، شجرة أو حائط، وإن لم يجد يبعد، ينقطع عن ذكر الله ولا يتكلم بكلام الناس إلا للحاجة، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله، ولا يدخل بالقرآن بالمصحف إلا عند الضرورة، خاف على الضياع أو خاف أنه يأخذه كافر وأصنع به وأصنع، مفهوم؟ وغيره، يستنجي أو يستجمل أو يجمع بينهما، لا من باب التعبد لكن من باب تخفيف أثر النجاسة بالمناديل مثلا. الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب أو الأوراق. وعندنا الاستجمار شروط، أن يكون بمباح خرج بهذا ما لو كان بمحرم، صح؟ بمباح، وهذا المباح ينظف، لأن عندنا أشياء ما تنظف أصلا، وعندنا أشياء محترمة، مصحف، جرائد، أي جرائد، لأن فيها لابد اسم الله عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز حتى ما يأكل على الجرائد. إيه نعم، ثلاث أقل ما يجزئ ثلاث أحجار، أو معليش أنا يعني حتى أوضح الآن، هو يأخذ ثلاث مناديل الآن لإزالة الغائط مثلا أو البول، يستعمل المنديل الأول يرميه، ثم المنديل الثاني، ثم المنديل الثالث، لأن البعض يستخدم نفس المنديل ثلاث مرات، لا، هو مثل ما يستخدم ثلاثة أحجار يستخدم ثلاث مناديل. كيف يعرف النقاء؟ الأول الثاني الثالث، إذا رجع الثالث ليس فيه شيء فمعناه أنه حصل النقاء، إن لم يحصل النقاء ماذا يصنع؟ يأخذ الرابع، انقطع يستحب له أن يزيد الخامس حتى يقطع على وتر، مفهوم؟ نعم. كان المنديل مثلا طويل، استعمل من هذا الطرف ثم من هذا الطرف، أو قلنا الحجر كبير له ثلاث شعب، يصح، مفهوم؟ أي نعم. بيده اليسرى، نعم. طيب فتح الله عليك. هل
الآن مثلا في استعمال الماء استنجى، كيف يعرف النقاء؟ بأن يغلب على ظنه حصول النقاء، مفهوم؟ استعمل الماء. نعم، قلنا له أن يقتصر على الماء أو على الحجارة، وإن جمع فهو أولى من باب البعد عن يعني لمس النجاسة بيده اليسرى، يخفف من أثر النجاسة بالمناديل أولا ثم يستعمل الماء، يقتصد ولا يسرف في استعمال الماء. هل لابد من عدد في الغسلات هنا، غسلتين أو ثلاثة أو سبع غسلات أو ست غسلات؟ لا، لأنه لا يوجد اشتراط عدد في إزالة النجاسات إلا في نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. عندنا إشكال بالنسبة للكلاب، حضارة، البعض يقول والله لا أدري يعني عن صحة هذا الكلام، يقول لو استطاع الكلب أن يتكلم في بعض الدول لقال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين. كلاب كانت في القديم تحرس البشر، الآن البشر يحرس الكلاب. نهى عن ثمن الكلب، اليوم الكلب يرث، تموت الأسلف جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. الكلاب أكرمكم الله، عندنا كلب يستخدم في الحراسة، في الصيد، في الرعي، لأنه يحرس الأغنام. اقتناء هذا الكلب جائز، غير هذا محرم، مفهوم؟ طيب، الآن ننظر إلى هذا الأخ، هذا الأخ لديه أغنام، وضع حارس على هذه الأغنام كلب، فالآن مرخص له في اقتناء الكلب، صحيح أم لا؟ أي نعم. إذا ولغ الكلب في إناء هذا ماذا يصنع فيه؟ يغسله سبع مرات ولأنه بالثراب، ما في شك في هذا. لكن عرق الكلب مثلا بالنسبة لهذا الأخ لأنه أذن له باستعماله فهذا غير نجس. أما هذا زار هذا الأخ وجاء شيء من عرق الكلب مثلا، أحيانا ترى وانت ماشي يمر يمسح بك الكلب، ايش تصنع في الطريق وانت ماشي؟ صحيح، فتنظر إذا كان يعني لصق بك شيء من شعر الكلب تزيله، وإلا يعني الأصل لم يأتيك شيء ولا إشكال فيها. طيب، بقاء الكلاب في البيوت يمنع من دخول الملائكة، فأنت إيش ماذا تصنع؟ يعني تحذر، تنبه بعض الناس وكذا على يعني هذه الأمور. يعني احنا أردنا أن نتكلم بشيء يعني لأنه أكثر يعني فيه السؤال. طيب، ما هي الأشياء النجسة؟ من يعرف؟ إخواننا من يعرف ما هي الأشياء النجسة؟ نجاسات، ما هي النجاسات؟ واحد قال أريد أن تلخص لي النجاسات. بسم الله، بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط بالنسبة لمن؟ للآدمي. من الآدمي؟ إنسان. طيب هذا واحد، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، السباع،
صح؟ كلاب، خنزير، نعم، الغراب، صحيح؟ طيب، كذلك الميتات كلها نجسة، صح؟ إلا ميتة البحر وميتة الجراد، صحيح؟ نعم. وما لا نفس له سائلة. انتهينا من النجاسات الحمد لله. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني إذا ذبح أو قتل لا نفس له سائلة، يعني لا يخرج منه دم يسيل. الآن عندما تذبح الشاة يخرج منها دم يسيل، هذا لها نفس سائلة، صح؟ نعم. الأغنام، ما الدليل؟ الدليل حديث البعوضة، لأن البعوضة ليس لها نفس تسيل. نعم. فما لا نفس له سائلة نجس؟ لا. سقط الذباب الآن هنا عندي في هذا الإناء، فماذا أصنع؟ أغمسها كذا والماء طهور، أشرب منه ولا أشكل، صح؟ إذن مرة أخرى نعيد، من يعيد لي الأشياء النجسة حتى نعرف النجاسات؟ نعم يا أخي. بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط، تمام. بول وروث، كل بول وروث ما لا يؤكل لحمه، وسوف يأتي معنا في الأطعمة ما الذي لا يؤكل لحمه. السباع مثلا، طيب، نعم. ما ذكرت أنا الدم يا رجل؟ لا، دم ذبح. ما لا نفس له سائلة كالبعوض والذباب، صحيح؟ طيب، والحشرات والميتات كلها نجسة إلا ميتة أول مرة تحضروا معي؟ ما أحد يتكلم أخواننا، هذا يتكلم عندكم. نعم أخي، ميتة البحر والجراد نسينا، والآدمي المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، صح؟ يعني الآن عندنا ميت هنا ومسست هذا الميت تنجس؟ لا. نعم، اجلس. طيب، أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة، مأكولة اللحم نجسة؟ طاهر، تشرب بول الإبل، يصح؟ يصح، دواء في حديث العرنيين. نعم. طيب، ذكرنا صفة الوضوء، يبقى معنا المسح الخفين. عندي سؤال، المسح الخفين يذكر في كتب العقائد، عجب هذا، كيف؟ نعم أخي. لأن هذا شعار لأهل السنة والجماعة، خالفوا فيه الرافضة. نعم، في الرافضة لا يرون المسح الخفين. ثبت المسح الخفين بماذا؟ أدلة المسح الخفين، كتاب والسنة وإجماع الأمة. ثبت المسح الخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. نعم، فتح الله عليك. المسح على الخفين أو ما يلبس على القدمين، خفين، جوربين، أكرمكم الله، هذا البوتة والجزمة وكذا، طيب، أديداس وكذا. طيب، المسح على الجبيرة والمسح على العمامة، انتبه معي، عندنا هذه أشياء نأخذها الآن هنا. مسح على الخفين، ما يغطى به القدم،
سواء كانت جوارب أو أكرمكم الله هذه الجزمة مثلا أو البوتة والخفين وكذا، والمسح على الجبيرة، وهذا من باب الفعل، تسمى جبيرة وهي في الحقيقة كسيرة من باب الفعل، والمسح على العمامة، مفهوم؟ طيب يأتينا هل هذه عمامة أم لا. المسح الخفين له شروط. الشرط الأول أن تكون طاهرة، والأصل الطهارة، أن تكون طاهرة وأن يمسح في المدة ولا يزيد عن المدة، يوم وليلة للمقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة. تكون طاهرة، وأن المسح يكون في المدة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يوجد مسح في الحدث الأكبر، وأن تكون ساترة لغالب القدم. الآن عندنا جوارب تستر الرجل دون الكعبين، قصيرة، يعني بعض الشباب يلبس، هل يصح المسح عليه؟ نعم، لأن ساترة لغالب القدم، خفيفة يصح المسح عليها ولا إشكال، مخرقة يصح المسح عليها. تجد بعض الشباب يعني الجورب فيه يعني قطع، يظهر شيء من أصابعي مثلا، لا يضر لأنه ساتر لغالب القدم، مفهوم؟ طاهرة وفي المدة، وساتر الغالب القدم أن ينزعها في الحدث الأكبر، ويكون المسح في الحدث الأصغر. طيب، هذا ما يتعلق أن يلبسهم على طهارة، فتح الله عليك. الشرط الخامس، ما معنى أن يلبسهم على طهارة؟ يعني عندما لبس الجوربين كان متوضئ، يعني سبق هذا المسح، هذا اللبس، غسل الرجلين بالماء، هذه شروط خمسة. طيب، بعد هذا المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر، كسر قدر الله عليه، كسر وجاء إلى الطبيب، وضع الجبيرة وهو محدث، حدث أكبر وأصغر، لا إشكال. إذن الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أن المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر، المسح على الخفين في الأصغر، المسح على الجبيرة له مدة، والمسح على الخفين قلنا يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلة المسافر، المسح على الجبيرة مدة الضرورة. لو قال له الطبيب اذهب وانزع الجبيرة، ذهب توضأ ومسح عليها، وضوءه باطل، وألا تتجاوز مقدار الحاجة. قال له الطبيب تضع الجبيرة مقدار 20 سنتيمتر، ذهب ووضع له الجبيرة 25 سنتيمتر، فهذا الزائد ما يصح المسح عليه، ألا تتجاوز مقدار الضرورة أو الحاجة. طيب، أما المسح على العمامة، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن المسح على العمامة يكون على العمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، محنكة أو غير محنكة. المحنكة التي يعني يكون منها طرف يأتي يعني ويوضع يعني هكذا حول العنق. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فالعمامة التي كانت معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي تمسح عليها، أما هذه ليست بعمامة، خلاص طاقية لا ما يمسح عليها. طيب،
أخذنا ما يتعلق بنواقض الوضوء. من يذكر لي نواقض الوضوء يا أخوانا؟ أخذنا في الدروس المهمة. سبحان الله. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، بول وغائط وريح ومني ومذي ووذي وريح وديدان وحصى، نعم، ودم. الخارج الفاحش، قلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن هذا غير ناقض إلا إذا كان من جنس البول والغائط. نعم، مس الفرج، ويرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه مس الفرج لا ينقض الوضوء لكن يستحب له الوضوء، كما ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أكل لحم الجزور، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. النوم غير ناقض الوضوء لكن هو مظنة لخروج الريح، فإذا كان يشعر بنفسه، هذا الأخ الآن نعس هنا، هل يقوم ويتوضأ؟ ننظر، تشعر؟ قال أشعر وأسمع كل شيء، مثل ما الأخ نام أول الدرس وسألناه أجاب، فهذا لم ينتقض وضوءه، لكن ها قال والله لم أشعر بشيء، فهذا انتقض وضوءه، مفهوم؟ والردة لأنه مطلع لكل الأعمال، فتح الله عليك. نعم، موجبات الغسل، متى يجب الغسل؟ من يعرف يا اخوان؟ نعم يا اخي، خروج المني دفقا بلذة، يخرج عن شهوة ودفقا يخرج يعني بشدة، ويحصل في الغالب فتور للبدن. نعم، خرج بهذا، ما لو خرج بغير لذة ولم يخرج دفقا، نزل منه مني مثلا، توضأ الآن اغتسل، نزل منه المني دفقا بلذة، اغتسل وبعد الاغتسال نزل شيء من المني من ذكره، ماذا يصنع؟ يتوضأ، لأنه خارج من السبيلين. الآن أصبح خارج من السبيلين موجب للوضوء، هل هو موجب الاغتسال؟ هنا لا، لأنه لم يخرج دفقا بلذة، مريض ويخرج منه المني بدون لذة ولم يخرج دفقا، فهذا عليه ماذا؟ الوضوء، فتح الله عليك. هذا الأول، التقاء الختانين، الحائض والنفساء إذا طهرت. نعم، إسلام الكافر والموت، يا أخي الموت. نعم، فإذا مات إنسان نغسله، سبحان الله، عيد من جديد الآن، خروج المني دفقا بلذة، التقاء الختانين، ما أحد يكلم أخوان، إسلام الكافر والطهارة من الحيض والنفاس والموت غير الشهيد. ها؟ نعم، إن شاء الله يكتب لي ولكم الشهادة. نعم، شهادة حق ليس شهادة زور. نعم، طيب، صفة الاغتسال ذكرنا، اغتسال مجزئ واغتسال مستحب. صفة التيمم، اخواننا من يعرف صفة التيمم؟ انا لله وانا اليه راجعون، والبقية بسم الله، ان ينوي بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه، يسمي
يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين على الأرض، سواء كانت هذه الأرض من تراب أو من طين أو من حصى أو من صخر أو من رمل، على الأرض ضربة واحدة بباطن الكفين، ثم يضرب إحدى كفي بالأخرى أو ينفخ فيهما إن كان علق بهما شيء من التراب، ثم يمسح الوجه دون تخليل للحية، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمنى فقط، ثم بظاهر كفه ثم بباطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى على ظاهر الكف فقط، مفهوم؟ مرة أخرى ينوي يسمي ضربة واحدة بباطن الكفين دون التخليل للأصابع، ويمسح الوجه ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى والحمد لله. طيب، يحرم على من كان محدث حدث أصغر، يحرم عليه ماذا؟ الآن إذا كنت محدث حدث أصغر يحرم عليك ماذا؟ نعم، مس المصحف، الصلاة والطواف، تمام، ثلاث أشياء تعيدها، مس المصحف، أذكر الصلاة والطواف، مس المصحف. له أن يقرأ القرآن؟ يا أخي يا أخوانا لا أحد يتكلم. له أن يقرأ القرآن؟ له أن يقرأ القرآن، سؤال واضح، نعم. طيب، يذكر الله؟ أنا واحدة واحدة، يسعى بين الصفا والمروة، يبقى في المسجد، نعم، ثلاث أشياء فقط. الأمور الثانية استحبابا أنا لا أسألك عنها. إذن يحرم على من أحدث حدث أصغر ثلاث أشياء فقط، غير هذا تقول ما يحرم عليه، ما يحرم عليه، يستحب أمر ثاني، الصلاة ومس المصحف والطواف. طيب، يزيد هذه الأمور الثلاثة ونزيد عليها أمور في من حدث حدث أكبر، آسف الشيخ، نعم، يحرم على من أحدث حدث أكبر، كل ما ذكرنا يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. أما الذكر يذكر يا رجل، اتق الله، آمين، نعم، قراءة القرآن يحرم على من أحدث حدث أكبر، قراءة القرآن والبقاء في المسجد، وإذا أراد أن يبقى في المسجد يتوضأ، إلا إذا توضأ، نعم، وتزيد الحائض والنفساء ماذا؟ فتح الله عليك، لا توطأ ولا تطلق، صحيح؟ يلا تعيد من جديد، ولا تصوم، نعم، الحائض أنها لا تطلق ولا توطأ ولا تصوم، تصوم تصوم الوطأ، لا توطأ، نعم، يلا من جديد، لا تجامع، نعم، من جديد، الحدث الأصغر مس المصحف والصلاة والطواف، حدث الأكبر دخول المسجد إلا إذا توضأ وقراءة القرآن، فقط بعده الحاض النفساء، لا توطأ، المرأة تميز وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه مميزة، نقول تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تقول نعم أميز أفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، نقول هل لك عادة معلومة؟ لا،
احنا اول شيء نسالها عن هل هي معتاده؟ معتاده، اذا هي معتاده. قالت لا، ليس لي عاده معلومه، احيانا ياتي الدم في اول الشهر واحيانا في اخر الشهر، فماذا نصنع؟ نقول طيب، هي الان معتاده؟ لا، هي الان مميزه. نقول عندما تميز الدم انه دم حيض فانت حائض، وعندما تميز الدم انه دم غير دم الحيض فانت مستحاضه، تصلي ولا اشكال. طبعا ياتينا كيف تصنع، هذا امر اخر. انتهينا الان. جاءتنا الثالثه، لك عاده معلومه؟ قالت لا. تميزي؟ قالت لا، والله ما اميز. فهذه متحيره، هي احتارت في نفسها وحيرتنا معها، فماذا تصنع؟ تصنع تسأل أختها وأمها وخالتها، تسألهم عن الأيام، كم يوم تحيض الأم والأخت والخالة؟ يقولوا 5 أيام. إذن هي تحسب 5 أيام من أول كل شهر هجري، هذه تترك فيها اللي ذكرنا، صحيح؟ نعم. وبقية الأيام حتى وإن نزل الدم تصلي، مفهوم؟ نعم. والحمد لله رب العالمين، انتهى باب الحيض. هناك رسالة صغيرة مختصرة للنساء وللمتزوجين فقط، ألف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الدماء، الدماء الطبيعية. نعم. يبقى معنا في هذا الباب في كتاب الطهارة السواك، مستحب مرضاة للرب. متى يتأكد السواك؟ في كل وقت، ويتأكد يستحب في كل وقت، ويتأكد عند الانتباه من النوم، عند الصلاة، قراءة القرآن، تغير راحة الفم، عند دخول المنزل، عند الموت، صحيح؟ اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في السواك، ومن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن مات في بيتها في يومها وآخر وفي حجرها، وكان السواك من ريقها رضوان الله عليها وأرضاها. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذا ما يتعلق بالسواك. يتسوك، يستاك بعود، ينقي، لا يضر، لأنه هناك بعض الأعواد عندنا أشجار تضر أو تتفتت، إذا كان يتفتت هذا العود لا ينفع. إن لم يجد شيء يقول يأخذ خرقة ويستاك بها، أو بإصبعه إذا كان هذا الإصبع في خشونة. طيب إخواننا، مسائل لابد أن نتعلمها ونعلمها الناس. طالب العلم يسأل عن هذه الأمور لا إشكال. حلق العانة، حلق العانة ذكرنا في علامات البلوغ، إنبات الشعر الخشن حول القبل سواء كان ذكر أو مرأة، هذا الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل سواء لذكر أو أنثى يجب أن يحلق بالموس بمكينة الحلاقة. متى؟ الحد عندنا 40 يوم، فلا يتجاوز هذه 40، لكن تنظر أنه في بعض الناس يطول هذا الشعر مدة أسبوع يحلق، وبعض أسبوعين، المهم أكثر مدة لا يحلق فيها العانة 40 يوم، لكن بعض الناس يحتاج إلى أن يحلق في كل أسبوع حلق العانة، مفهوم؟ نعم. ونتف الإبط كذلك، هذه المدة لا يترك أكثر من 40، وأحيانا قلنا بعض الناس قد يحتاج إلى هذا في أسبوع مثلا. حلق العانة
ونتف الإبط. نعم. وأيضا لدينا قص الشوارب، إعفاء اللحى، إعفاء اللحية، حكم إعفاء اللحية واجب. يا أخواننا مضرة الحلق، الحلق كبيرة من كبائر الذنوب، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مشابهة للنساء، مشابهة للمشركين، تغيير لخلق الله. نعم، هذا الحلق يعني بالموس. تقليم الأظافر، أنه ما يترك أكثر من 40، لكن بعض الناس يحتاج إلى أن يقص في كل أسبوع. هل يخصص يوم الجمعة للنتف وحلق العانة وقص الأظافر؟ إذا وافق أنه قص في هذا اليوم لا إشكال، لكن يتقصد أنه يصنع هذا في كل جمعة لا. مفهوم؟ نعم. نختم بأبيات عندنا، يعني قالها بعض من يعني يقول شعر نبطي، خرج إلى قومه وجد بعض هؤلاء يحلق اللحى فأنشد هذه الأبيات. يقول: يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم، يا ربعنا يعني يا قوما اللي حلقتم لحاكم، وش قومكم ترمونها في القمامة؟ يعني قوام الرجل اللحية لماذا ترمى مع الأوساخ؟ ذي سنة ما سنها مصطفاكم، ذروة قريش اللي رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام. عفوا لعل الله يغفر خطاكم، وتذكروا يوم اللقاء والندام. ذي نصيحة قلتها أو قلتها إن كان ربي هداكم، قلتها يا الربع، ومع السلامة.